أعزائنا طلبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، مجموعة من الحلقات التلفزيونية والإذاعية عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمجموعة من الخبراء والمتخصصين والمدرسين في المراحل التعليمية تحديداً للشهادة الثانوية من خلال منصة وزارة الشباب والرياضة. طبعاً ده من خلال التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف. مرحلة صعبة مهمة بتجتازها مصر الحبيبة من خلال تعاون كافة الجهات. نتمنى بإذن الله كل الخير وكل الصحة وكل السعادة والنجاح لكل الشباب المصري، ودايما وأبدا تحيا مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي. إن شاء الله كده ربنا يعدي الغمة دي على خير. أن حاول نراجع معاكم منهج البحثة، وإن شاء الله كده نبدأ بالتفاضل ونمشي مع بعض كده خطوة خطوة على حلقات إن شاء رب العالمين. هنبتدي بالأول، أول درس عندنا اللي هو مشتقات. هناخد مثال صغير كده، مثال بيقول لي هنا إذا كانت صاد، إذا كانت صاد بتساوي سين زائد قتا سين. طالب مني دال صاد على دال سين عند سين تساوي باي على التلاتة. طبعا كلنا فاكرين طبعا لما اجي اشتق الصاد دي يبقى المشتقة الاولى بتاعتها يبقى دال صاد على دال سين، لان انا بشتق بالنسبة للمتغير سين. مشتقة سين كلنا فاكرين انها بتساوي كام؟ مشتقة سين بواحد. طب القتا يبقى مشتقة سين هنا بواحد. طب مشتقة القطة كلنا فاكرين ان مشتقة القطة اللي هي سالب قطة سين زتا سين، يبقى انا كده جبت المشتقة الاولى. طالب مني عند سين بتساوي باي على 3، باي على 3 180 على 3 يعني 60 درجة. يبقى انا هقول هنا 1 ناقص طبعا سالب وموجب بسالب قطة 60 زتا 60. 1 ناقص قطة 60، القطة عكس الجا، كلنا فاكرين جا 60 اللي هي بكام؟ جذر 3 على 2، يبقى هنا دي 2 على جذر 3، وزتا 60 كلنا طبعا فاكرين الزتا 60 1 على جذر 3. طيب 1 ناقص 2 في 1 ب 2، جذر 3 في جذر 3، 1 ناقص 3 تساوي 3، علم له على الاختيار بتاعه اللي هو بتساوي 3. دي حاجة كده سهلة كده خفيفة. لو جالي قال لي صاد برضه، صاد بتساوي نون تكعيب زائد 3 نون زائد 1 وسين تساوي نون تربيع ناقص نون. عاوز مني دال تربيع صاد على دال سين تربيع لما نون تساوي 1. طيب دي البارامتر. نفتكر كده كان في عندنا قاعدة، لما اجيب دال صاد على دال سين كنا بنقول دال صاد على دال نون في دال نون على دال سين، فاكرينها دي طبعا. يبقى انا مطالب دلوقتي اجيب دال صاد على دال نون، يعني اشتق ده الداله دي بالنسبه للنون. فلما اجي اشتقها بالنسبه للنون يبقى انا هقول دال صاد على دال نون بتساوي اشتق دي لص بينزل 3 نون تربيع زائد 3. طيب عاوز اشتق الثانيه دي، يبقى لما اشتق دي يبقى دال سين على دال نون بتساوي 2 نون ناقص 1. طيب هتطبق بقى القانون اللي انا كاتبه، يبقى دال صاد على دال سين بتساوي، انا قلت دال صاد على دال نون اهي قدام اهي، يبقى كام هنا سعادتك؟ يبقى 3 نون تربيع زائد 2 في ايه دي؟ دال نون على دال سين، بس انا جايب دال سين على دال نون، يبقى 1 على 2 نون ناقص 1. انا جايب دال سين على دال نون، وانا عاوز دال نون على دال سين يعني عاوز معكوسها، يبقى 3 نون تربيع زائد 2 على 2 نون ناقص 1. اللي انا جبته ده ايه؟ المشتقه الاولى. هو طالب مني المشتقه الثانيه. طيب يبقى انا هشتق ده مره ثانيه. لما اجي اشتق دي يبقى دال تربيع صاد على دال سين تربيع. طب عاوز اشتق دي خارج اسم الدالتين، وانا فاكر القاعده بتاعتها اللي هي كانت بتقول مشتقة البسط في المقام أو المقام في مشتقة البسط،
يبقى انا لو اشتقيت البسط 6 نون في المقام 2 نون ناقص 1 ناقص مشتقة المقام في البسط، مشتقة المقام اللي هي 2 في البسط 3 نون تربيع زائد 2 على المقام تربيع 2 نون ناقص 1 لكل تربيع. لو وقفت لغاية هنا تبقى دي كده غلط. ليه؟ لأن ده بارامتر لازم أنا أفتكر في مين على مين؟ في دي، شايف دي؟ في دال سين في دال نون على دال سين. يعني إيه؟ يعني أشيل دي كده وأقول 1 على 2 نون ناقص 1. تاني الحتة دي ما تنساهاش، ما تنساش دي، لأن ده بارامتر مش مشتقة تانية. هبتدي بقى أعوض، أعوض، قال لي عند نون بكام؟ بواحد. قال لي عند نون بواحد يبقى دي 6، 2 في 1 ب 2 ناقص 1 ناقص 2 في 3، 3 في 1 يبقى 3 زائد 2 تحت 2 في 1 ب 2 2 ناقص 1 الكل تربيع في 1 على 2 ناقص 1. شوف دي كلها على بعضها بالقلب كام؟ يبقى كده انا جبت اللي هو ازاي اشتق عادي وازاي اشتق البارامتر. ماشي، نخش على سؤال تاني كده بعد كده كان فيه اللي هي المعدلات الزمنيه. نفتكر مع بعض كده المعدلات الزمنيه، سالب كده سريع كده نفتكر المعدلات الزمنيه. لما اجي اقول مثلا س تربيع زائد ص تربيع زائد 2 س زائد ص بتساوي 5، بتساوي 5. لما اجي اشتق دي بالنسبه للزمن، السين دي لما تشتق بالنسبة للزمن للمعدلات الزمنية يبقى 2 س دال س على دال نون، لأن أنت بتشتق دي مش بالنسبة للمتغير س، أنت بتشتق بالنسبة للمتغير نون. طيب عاوز أشتق دي كمان، يبقى دي الأس ينزل 2 ص دال ص على دال نون. طيب عاوز أشتق دي كمان بالنسبة للنون، طبعا 2 ويبقى دال س على دال نون. طب ودي كمان بالنسبه للنون يبقى دال ص على دال نون، ده كله بيساوي صفر. طيب دي ايه دي؟ دي كده اسمها ايه؟ معدل تغير الاحداث السيني. ودي اسمها ايه؟ معدل تغير الاحداث الصادي. ممكن يكون المعدل ده بالموجب او بالسالب حسب ما يقول لي في السؤال بتاعي، وبكمل مسالتي عادي وبشتغل. طيب لو عاوز اشتق يبقى دي اسمها المعدلات الايه؟ الزمنيه. افرض جه قال لي ص مثلا 2 نون تربيع زائد 5، عاوز اشتق دي بالنسبه للنون يبقى دال ص على دال نون بتساوي، لما اجي اشتق دي بالنسبه لنفس المتغير يبقى 4 نون وبس. طب في دال نون على دال نون؟ لا. طب لو كتبتها ممكن اطيرها مع بعضها يبقى هي اشتقاقها 4 نون. ناخد مثال صغير على الحته دي. المثال بيقول ايه؟ مثال بيقول لي مستطيل طوله 24 سنتي وعرضه 10 سنتي يتناقص طوله بمعدل 2 سنتي ويتزايد عرضه بمعدل 1.5 سنتي. اوجد معدل تغير المساحة بعد 4 ثواني. خد بالك بقى هو طالب ايه؟ بعد 4 ثواني. فهنحلها كده طريقة سهلة جدا سريعة قوي. نقراها تاني بالأول ونحاول نرسم كده في الامتحان شكل المستطيل. هو قال لي مستطيل طوله 24 يبقى ده 24 وعرضه 10 سنتي يبقى دي 10 سنتي يتناقص طوله بمعدل 2 سنتي. يبقى كلمة يتناقص بمعدل 2 معناها ان ال 24 دي في اي لحظة سالب 2 نون. طب جت منين بقى سالب 2 نون؟ 2 دي اللي هو قال لي عليها والنون دي الفترة الزمنية اللي بيشتغل عليها، يبقى طوله في اي لحظة 24 ناقص 2 نون. طيب ويتزايد عرضه بمعدل 1.5 يبقى طول ده في اي لحظه زمنيه زائد 1.5 نون. يبقى نرسم له بقى مستطيل كده على طول ونحط 24 ناقص 2 نون، 2 نون لان قال لي بيتناقص بمعدل 2 سنتي والعرض هنا 10 زائد 1.5 نون. طيب كده خلاص كده بقت ايه؟ اوجد معدل تغير المساحه. يبقى انا هجيب المساحه، مساحه المستطيل كلنا عارفين الطول في العرض، 24 ناقص 2 نون العرض 10 زائد 1.5 نون. ماشي، دي انا كده جبت المساحه. المساحه كداله في الزمن، عاوز مني معدل تغير المساحه، يبقى انا هشتق دي بالنسبه للزمن. طب عاوز اضرب، ممكن اضرب افكها نفكها، يبقى الميم بتساوي
24 في 10 ب 240، 24 في 1.5 تطلع لي ب 32 نون، 2 في 10 ب 20 نون، 2 في 1.5 ب 3 نون تربيع. يبقى انا كده عملت ايه؟ فكيت القوس. طب انا افرض ما فكيتهوش، عادي مش مشكله، تفكوا ما تفكوش مش هتفرق، بس لو انا فكيت ما فكيتوش لما اجي اشتق دي افتكر ان ده حاصل ضرب دالتين، ادي الاولى وادي الثانيه، ما تنساش دي. لما اجي بقى اشتق ديت وعاوز معدل تغير المساحه، يبقى ده الميم على ده النون بتساوي، طبعا كلنا عارفين دي بصفر، ودي زائد 12، ودي 6 نون. كده انا جبت له معدل تغير المساحه. هو طالب مني معدل التغير المساحه بعد 4 ثواني، طالب بعد كام ثانيه؟ 4. يبقى بعد 4 ثواني سعادتك هتتعوض عن نون ب 4، يبقى 12 ناقص 6 في 4 يطلع لي سالب 12. سالب 12، طب الوحده ايه؟ دي مساحه، يبقى سنتيمتر تربيع على ثانيه تربيع. تمام، يبقى هو طالب دي. وبعدين طالب مني متى تتوقف، طالب تاني متى تتوقف المساحة عن الزيادة. طب نشوف متى تتوقف عن الزيادة. تتوقف يعني بتساوي صفر، والمساحة يبقى أنا هساوي مين بصفر؟ أساوي دي اللي بالصفر ولا أساوي دي اللي بالصفر؟ هو قال لي متى تتوقف المساحة عن الزيادة، يبقى يقصد معدلات زمنية، يقصد دي اللي أساويها بالصفر. يبقى 12 ناقص 6 نون هي اللي أساويها بصفر، يبقى واضح ان نون هتساوي كام؟ 2. تمام؟ يبقى انا كده خدت مساله بسيطه عن المعدلات الزمنيه. طب في مثال تاني بسيط برضو تاني، يقول لي ايه؟ القي حجر في بركه، في بركه فتكونت موجه دائريه تزداد بمعدل 3 سنتي على الثانية. اوجد معدل التغير في مساحة الموجة مثلا بعد 5 ثواني. طب تعال نشوف ايه الكلام ده. انت عندك حجر، بركة مية راكدة ولميت فيها حجر، فواضح ان الحجر بيعمل موجات دائرية كده 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 كده، موجة دائرية. طب هي بدأت منين؟ طب بدأت من الصفر، يبقى نص القطر في اي لحظة هو تزداد بمعدل كام؟ يبقى 3 نون. انا هنحلها بحلين عشان نشوف الحل ده والحل ده. طيب نص القطر في اي لحظه ب 3 نون. طب عاوز او عاوز مني معدل التغير في مساحه الايه؟ الموجه. يبقى طالب مساحه الدايره. مساحه الدايره كلنا فاكرين باي نق تربيع، يبقى باي فضل 3 نون الكل تربيع. نفكها مع بعض، باي 9 نون تربيع، نظبطها شويه يبقى 9 باي نون تربيع، نون تربيع. طيب هو عاوز كده كده اللي انا عملته ده، اللي انا جبته ده، جبت الايه؟ المساحه 9، يبقى ميم عندي 9 باي نون تربيع، دي المساحه في اي لحظه. طيب هو عاوز مني معدل التغير، معدل التغير في المساحه بعد كام ثانيه؟ 5. يبقى انا ده الميم على ده النون، اشتق دي بقى يلا، يبقى 9 باي مالناش دخل بيها، ودي كده كام؟ 2 نون. اتفضل عوض، يبقى 18 باي نون. نون طالب مني بعد نون بكام؟ ب5، يبقى 18 باي في 5. 18 في 5 يطلع لي 18 في 5 ب 80 باي. تمام؟ يبقى دي سؤال معدلات زمنيه، سؤال بسيط على المعدلات الزمنيه. اللي كان عندنا بعد كده معادله الخط المستقيم. معادله الخط المستقيم لو احنا فاكرين القانون بتاعها، لازم عشان ارسم خط مستقيم لازم يكون عندي الميل اللي هو ده الصاد على ده السين. تمام؟ وعندي نقطه بيمر بيها الخط المستقيم. طب القاعده القانون بتاعها كان بيقول ايه؟ كان بيقول صاد ناقص صاد واحد على سين ناقص سين واحد بتساوي الميل. خلي بالك الميل ده اللي هو ده الصاد على ده السين. طب نشوف مثال كده صغير، بيقول لي هنا ايه؟ العمودي، طب عاوز اعرف بقى العمودي، معادلة العمودي، العمودي كان بيقول ايه؟ صاد ناقص صاد واحد على سين ناقص سين واحد سالب واحد على ميم. طب هنا بيقول لي
العمودي لمنحنى الدالة سين تربيع زائد صاد تربيع بيساوي 50. العمودي لمنحنى الدالة سين تربيع زائد صاد تربيع بتساوي 50، تمام؟ عند 5 و5 يمر بالنقطة، ومديني شوية نقط شوية اختيارات. طيب هشوف بقى هو طالب ايه. هو طالب مني العمودي، نجيب العمودي. العمودي هنا، يبقى عشان نجيب العمودي اشتق دي كده، يبقى ايوه هشتق دي بالنسبة للزمن، يبقى بالنسبة لسين متغير سين يبقى 2 سين، اشتق دي بالنسبة لمتغير صاد يبقى 2 صاد دال صاد على دال صاد على دال سين بتساوي صفر. عاوز تحط دال صاد على دال سين في طرف ماشي، عاوز تعوض في الحتة دي ماشي، اللي انت عاوز تعمله اعمله. هنعوض احسن، يبقى 2 في 5 زائد 2 في 5 في صاد شرطة بتساوي صفر، يبقى صاد شرطة بتساوي سالب 1، اللي هي طبعا 10 على سالب 10 تطلع بسالب 1. هو طالب برضو، خلي بالك هو طالب العمودي، يبقى نجيب معادلة العمودي. يبقى صاد ناقص صاد 1 هيبقى 5 على سين ناقص 5 بتساوي، اللي انت جبته ده ميل المماس مش ميل العمودي. طب ميل العمودي يبقى ايه؟ يبقى المفروض سالب 1 على سالب 1 يعني 1، وسطين وطرفين. يبقى صاد ناقص 5 بتساوي سين ناقص 5، ممكن اطير 5 دي مع ال 5 دي، يبقى صاد بتساوي سين. يبقى انا كده جبت معادله مين؟ العمودي. الحاجات الاختيارات اللي مدهاني، مديني النقط بقى ايه؟ يمر بالنقطه، مديني سالب 5 و5، مديني سالب 5 وسالب 5، مديني 5 وسالب 5، مديني النقطه سالب 5 وسالب 5، سالب 5 و5 جذر 2. تعالى بقى نشوف مين اللي نعوض بيها. واضح طبعا ان قيمه الصاد بتساوي قيمه السين، يبقى الاختيار هيكون هو ده. طبعا هنا صاد بتساوي سالب سين وهكذا، يبقى ده الاختيار دوت. طيب في سؤال تاني هنا، يوجد، شوف بقى السؤال ده تاني مثال كده. طيب بيقول لنا ايه؟ اوجد معادلتي الممسين، اوجد معادلتي الممسين لمنحنى الدالة صاد بتساوي سين تربيع زائد 1، والتي عندها المماس، والتي عندها المماس يمر بالنقطة 0 وسالب 3، والتي يمر بالنقطة 0 وسالب 3. نتفهم بقى في السؤال ده كده بالراحة، بس نحاول نرسمه بياني عشان نقدر نفهم هو عاوز ايه. طيب انا دلوقتي لو انا بصيت هنا، دي صاد بتساوي سين تربيع زائد 1، دي واخدها من اللي فاتت تقريبا، نقطة التماثل دي كنا بنساوي ده بالصفر، يبقى 0 و1. انا هرسم لك رسم كده خفيف عشان تفهم انا هعمل ايه. يبقى المنحنى بتاعك ده دالة تربيعية بيمر بالنقطة 0 و1، يبقى دي. عاوز بقى معادلة المماس الذي يمر بالنقطة 0 وسالب 3، 0 وسالب 3 اهي، يبقى انت كده عاوز معادلة المماس ده. النقطة دي كام وكام؟ 0 وسالب 3. طيب انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا هجيب دلوقتي ميل المماس ده، اجيب الميل، بس اجيب الميل بطريقتين. الطريقة الأولى هجيب الميل، اجيب المشتقة الأولى، يبقى انا كده بجيب الميل بطريقتين، الميل بطريقتين. الطريقة الأولى اجيب باشتقاق دي، يبقى دال صاد على دال سين بتساوي 2 سين. اوعى تعوض بدي. ليه مش هعوض؟ ليه يا أستاذ مش هعوض؟ لأن هو النقطة دي، ده كده ميل المماس للمنحنى ده، للمنحنى ده. والنقطة دي مش على المنحنى. يبقى أنا هسيبها زي ما هي، وأجيب الميل مرة تانية بحاجة تانية. فرق الصادات على فرق السينات، النقطة اللي أنت محتاجها إن نفرضها سين وصاد. فرق الصادات على فرق السينات، يبقى صاد زائد 3. يبقى صاد زائد 3. وسين ناقص صفر، يبقى أنا كده جبت الميل بطريقتين. الطريقة الأولى بالاشتقاق المشتقة الأولى، والطريقة الثانية بفرق الصادات على فرق السينات. طيب خلي بالك، لو إداك دي زاوية، لو إداني دي زاوية في مسألة تانية مثلا، قال لي يصنع الزاوية مثلا 45، يبقى أنا برضه هجيب الميل بطريقتين، مرة بالاشتقاق ومرة بزاوية الزاوية حسب ما يقول لي، تمام؟ طيب يبقى أنا كده عندي ميل نفس المستقيم بس بطريقتين، وهو مستقيم واحد، يبقى أنا أساوي الميلين ببعض. تعالى بقى نساوي الميلين ببعض كده، يبقى صاد زائد 3 على سين بتساوي 2 سين. طيب أنت عاوز إيه؟ أنا عاوز إيه؟ أنا عاوز أعرف النقطة دي كام وكام؟ لأن هو طالب معادلة المماس عند دي. أنا عاوز أعرف دي كام وكام. ماشي يلا نكمل. يبقى صاد زائد 3 بتساوي 2 سين تربيع. طبعًا دي دالة في متغيرين، دي دالة في متغيرين.
فهنعمل ايه؟ هنتعوض عن الصاد من العلاقة الموجودة. العلاقة الموجودة عندي بتقول ايه؟ صاد بتساوي س تربيع زائد واحد، طبعا هنا زائد ثلاثة بتساوي اتنين س تربيع. تمام؟ هنكمل س تربيع، يبقى دي هنظبط المعادلة دي، تبقى س تربيع زائد أربعة بتساوي اتنين س تربيع، وأدي الناحية التانية س تربيع بتساوي أربعة، يبقى س مرة بتساوي اتنين ومرة س بتساوي سالب اتنين. الاتنين دي أنهي قيمة؟ الاتنين دي قيمة هنا، يبقى أنا واضح من الرسمة إن ده ليه ممسين. ليه ممسين؟ طيب نكمل بقى إزاي؟ نجيب ص، يبقى ص بتساوي 2 تربيع ب4 زائد 1 يبقى 5، يبقى النقطة الأولى 2 و5. طيب النقطة الثانية سالب 2 وكام؟ و5. هو طالب إيه؟ هو طالب معادلة الممسين. اللي أنا جبته ده إيه؟ اللي أنا جبته ده كده، دي النقطة دي والنقطة دي، أنا عاوز بقى معادلة مماس عندها. طيب نكمل بقى معادلة مماس. أنا عندي معادلة المماس بتقول إيه؟ ص ناقص ص واحد على س ناقص س واحد بتساوي الميل اللي هو 2 س. طب ينفع أعوض بالميل هنا؟ ينفع. طب ينفع أعوض هنا؟ ينفع، بس أسهل أعوض هنا. يبقى 2 في كام؟ 2 في س، يعني 2 في 2 بتساوي 4. دي أول مماس اللي هو المماس ده. طيب أجيب معادلة المماس الثاني، ص ناقص 5 س زائد 2 بتساوي، برضه احنا قلنا هنا 2 س اهي، يبقى 2 في سالب 2 اللي هي بسالب 4، يبقى انا كده جبت معادله الممسين. سؤاله كان طالب ايه؟ اوجد معادلتي الممسين لمنحنى الداله ص بتساوي س تربيع زائد 1 والتي عندها المماس يمر بالنقطه. خلي بالك بقى، خلاص؟ دي معادله ممسين. تاني جبنا الميل مره بالاشتقاق، يعني كده جبته بالاشتقاق، ومجبت الميل مره بفرق الصادات على فرق السينات. ان شاء الله كده نكمل في الحلقه القادمه، ان شاء الله نجيب التزايد والتناقص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.